السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الأربعاء 24/5/2023، احنا الآن بسوق الحلال في محافظة إدلب شمال سوريا على طريق كفر جالس. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أنا شايف إنه سوق اللحم شباب متحرك شوي، سوق اللحم متحرك شوي وفي بيع ومشترى. الصلاة والسلام على رسول الله. هاي النظرة الأولى، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب سوق المواشي في سوريا، راح نوصل 60,000 يا شباب. همتكم لازم اليوم نوصل 60,000. الصلاة والسلام على رسول الله. انشروا لنا رابط الفيديو على الجروبات عندكم، انشروا لنا رابط القناة على الجروبات عندكم. المشترك بجروب أو عندك حدا بأرقامك ممكن يكون يهتم بهذا المحتوى، ارسل له الرابط، ممكن يتفرج، ممكن يشترك، وممكن يستفيد، وتكون أنت سبب في فائدة أحد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قبل ما نبدأ يا شباب، قناة أخونا أبو غزال البجاري رابطها بأول تعليق. أخونا أبو غزال طارت قناته الأولى وعمل قناة ثانية. أخونا أبو غزال ناشدكم الاشتراك بالقناة ومتابعته. أخونا أبو غزال يصور أسواق الحسكة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعينه. الرجال وضعه المادي فقير جدا، وحتى عنده إصابة يعني إعاقة. هو كان يشتغل بالربط، يعني ما هو انه اعلامي او شيء، لا هو رجال يعني ابن السوق يشتغل بالربط وكذا، ولكن بسبب اصابته ما يعني الامور ما تساعد، واموره الماديه وهناك اهل نبل حسكه وبدير الزور امورهم الماديه تعيسه، الله يكون بعونهم. فاشتراكك بقناته يعني هو نوع من المساعده او نوع من الخدمه له، بحال يعني بلكي الله سبحانه وتعالى يعني تنجح قناته وتصير ويستفيد منها. والله شو اشوف، احنا الان وصلنا 60,000 والفائده من قناتنا $350 بالشهر، تخيل. واحنا ثلاثه شغالين بالقناه من عدا اخونا مدير القناه بتركيا. الصلاه والسلام على رسول الله. احيانا يسامحنا بال يعني برزقته من القناه، يعني احنا شراكه فيها ومتفقين من البدايه انه هو شريك معنا، احيانا يترك لنا السمو لانه يشوف وضعنا، يعني انه 60,000 راح نوصل 60,000 وما عم نستفيد من القناه شيء كثير. اي نعم، بس احنا فائدتنا من القناه هي هالامور اللي قام نعرضها على القناه. احيانا نعرض ارض، احيانا نعرض سياره، احيانا نعرض بيت، احيانا نعرض بستان، احيانا نبيع غنم، احيانا نبيع بقر عن طريق القناه. هاي الفائده اللي قام نستفيدها، يعني الدلالات عن طريق القناه هي اكثر فائده من القناه نفسها. واخونا ابو غزال يعني قناته ناشئه من جديد، طارت قناته القديمه ومحتاج دعمكم واشتراككم. فيعني الله الله، اشتركوا بالقناه عنده يا اخي، اشترك بالقناه يعني لوجه الله سبحانه وتعالى. تابعوا إذا تحب الحلال تحب الغنم، تابع أسواق الحسكة والمنطقة ذيك. أي نعم، أخونا أبو غزال رجال طيب ويستاهل، وابن حلال وفقير والله، ويركض على عيال وعلى كذا، وضعه والله يعينه. أي والله، اللهم صل على محمد. الله يجزاكم الخير يا شباب. الآن غطي لكم السوق كاملة، نشوف لكم حركة الأسعار والبيع والمشترى. تابعونا واشتركوا بالقناة وحطوا لنا لايك، الضغط على زر اللايك يزيد من انتشار الفيديو، والتعليق يزيد من انتشار الفيديو. الله يجزاكم الخير ويعطيكم العافية. غنم لحم يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله. بضاعة اخونا ابو عمر، اللهم صل على محمد. ايش قد قامت تسوم ابو عمر؟ 65. ما صار لك بها شيء؟ ما اندفع بها دفيعة خالص. اللهم صل على محمد. المثل ايش قد قامت تنباع بالسوق؟ غنم 65 وباعت 55 وباعت 57. من ال 55 لل 65. حضرت لها الشريعة هاي. اي نعم. في بيع ومشترى بالسوق؟ الحمد لله. الخروف مش قد قام ينباع؟ والله انباع خروف 90 91. 90 91. اللهم صل على محمد. الحمد لله في حركه، في حركه. يلا يا رب، الله يبعث الخير. ها؟ لا ابو عمر دائما بالواجهه. من ايام الحمدانيه نزل حمدانيه ما شاء الله، تقول دولفين نزلها على السوق السنه الماضيه. حبيبي ابو عمر. شو هالاوزان هاي، ايش قد اوزانها وايش قد اسعارها؟ هاي قرقوره كانه. اللهم صل على محمد، ما شاء الله تبارك. ابو عمر هاي قرقوره يا ابو عمر؟ 50 61 61 ليره؟ اي ثنيه. فكرت 63 غنم. اللهم صل على محمد، ما شاء الله. شكرا. عندك الخرافين الحمر هاي تركيات هاي ولا بلديات ولا شنو؟ ما شاء الله، خروف التركي، خروف التركي. اللهم صل على محمد. ما شاء الله ما شاء الله. يا ابو ابراهيم، يا ابو حميد الورد، شوفوا الشبش الاجم يا شباب، الصلاه والسلام على رسول الله. هذا بيعرج حمداني على طول اذانه ورطاله ليتو، وانه اجم ما له قرون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله شبش ما شاء الله تبارك الله يا شباب، ما ادري عاد ايش قد سنه. الصلاه والسلام على رسول الله. عندك عندك عندك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، الصلاه والسلام على رسول الله. هذا بيعرج حمداني يا شباب، هذا يا ابو يا ام حمداني، ظني او انه ابو حمداني وامه بلديه.
الصلاة والسلام على رسول الله. شقد يوزن هذا؟ شقد يوزن؟ والله يا ابو حمزة زرنا الاسبوع الماضي طلع 111 كيلو اخر السوق. 111؟ اي نعم، اخر السوق طلع 111. اللهم صل على محمد، على جوع. ما شاء الله تبارك الله، الصلاة والسلام على رسول الله. شقد اسعار الكباش هاي؟ شقد قام تسومونهن؟ والله من سوى 75. 75 على الكيلو. لو بالخير. اي نعم. والله بالخير، يد مباركة. اي نعم. زين، ما صار بي دفع، ما صار بي شيء. حمزة الورد شلون؟ اهلين حميد حبيبي، هلا بيك. شرنا المصباح ما اعرف اين، بالكرام خذاها من ايدنا. ضيعتها؟ رجعوا المصباح الحميد يا شباب. حميد اذا ينهب المد يرحل الشمال السوري كله. قلنا يا ابن الكرام ردد لنا المصباح. اي نعم. اللهم صل على محمد. ما صار لكم دفع بهالشباش حميد؟ لسه ما عاد دفع شيء غير عمك ابو الخير وائف وعم يتمرجح. اي نعم. عم يدفع 70. عم يدفع 70 كيلو. والله ما تقصر والله. اللهم صل على بس يا عم ابو خير. لا قليل. اي نعم قليل. لا قليل، الله يحفظه. قليل كثير. قحوم هذن؟ قحوم هذن شباش؟ قحوم يعني الكاب عليه بيشيلك من ولا ريحه الكاب حي لك كبش. اما ابو حمزه هو بيدلل على محمود. احنا نريد يوصلنا على الجنه، نريد يوصلنا على الجنه. يقول يوصلك الاريحه، اقول له يريد يوصلنا على الجنه، احنا ما نريد يوصلنا الاريحه. اللهم صل على محمد. ما شاء الله ما شاء الله، شبش عالمي. ولسه ترى هذا تلف، وترى لسه يزود، ها لسه ما هو يعني شو، لسه يزود. اللهم صل على محمد. لسه يزود الكبش اذا علفناه. ايه بيزود. ايه بيزود شوي، بس هذول ما بيزيدوا اكثر من هيك. ايه كلاب خالصات. نعم. اللهم صل على محمد. ان شاء الله يا شباب دائما على الجم يسمن يعطي. روح اعمل لك بلال عشرتي يا عبد الحميد. روح ربنا حبيبي ابو عمر. لا شفناك خيو، لا كان مركز معاك بس انت دايخ. والله لا كنت مشغول على الخطا. حبيبي يا ابو عمر الله يسعدك. يا ابو عمر خليك عمو تكبر يا زلمه. خلوا ينشهر، لا حد يحكي مع ابو عمر، يريد ينشهر. 179 نقدر نروح 179 الثلاثه 179 كيلو. 179 تدرس 57 ونص. اللهم صل على محمد. يلا عرفان وردية يا شباب، طرقة واحدة. الصلاة والسلام على رسول الله. بضاعة نظيفة مال رباطة، يعني ممتازة ممتازة شيء. القلع عماد فرجين شغل نظيف نظيف نظيف. وين الذيب؟ وين الذيب؟ كويس يا شباب، ما شاء الله. مبين عليها من غنم وحدها البضاعة. الصلاة والسلام على رسول الله. مبين عليها مبين عليها. أت؟ لا لسه ما انباعت. لسه ما انباعت؟ ما انباعت. شقد قام تطلبون بها؟ قاعد نطلب من الله 95، نوصلها 90. وين عمي الذيب؟ وين؟ وماني شايفه. اي نعم راح يتجول. هذا راح ياكل سندويشه، أول مرة أشوف ذيب ياكل فلافل. لا ما ياكل. ما بعته، دفع بها شقد؟ 89 وما بعته، شقد فاصلة؟ على 90 بياع. ما شاء الله والله بضاعة زينة، كنا من غنم وحدة مو؟ كلها غنم. والله بضاعة زينة ما شاء الله. هاي الرباطة غير شكل، هاي شوية تنشنش لين ما تعالف وبعدين عرباطة. جاي والله جاي لحالها على راس أبو الذيب والله. $4 وربع كاش، خاميات مريشات يا شباب. كاش. الصلاة والسلام على رسول الله. $4.5 للعيد. $4.5 للعيد. مع سلفة $500. اي نعم، مع سلفة $500، يعني مو دين كامل يعني. لا. في جزء من حقن يعني. اللهم صل على محمد. $4 وربع نقد وقابل للزيادة، يعني دفع $4 وربع أول كيلو، ما دفع أربعة. اي نعم. دفع أربعة وربع. نعم، اللهم صل على محمد. والله بضاعة زينة يا أبو. كويس، خميس نظيف شباني برسيل. بضاعة كويسة، اللهم صل على محمد. عرباطة هاي على المعلف؟ اي مباشرة على المعلف. اي نعم. ايش قد تعطيها اوزان ابو احمد؟ يعني بين ال 44 وال 46، 45 كيلو في غلبانة. 45 يعني زيف ايش قد يقضبن ابو احمد؟ يعني بدك تقول 4400. 4400؟ 4300. اللهم صل على محمد. ابو احمد والله كانت اسعارنا اغلى من هيك من فترة مو؟ اه اكثر بكثير. يعني كان 4600 4700. اي نعم. يعني 4400 تقريبا، اليوم يعني $210 تقريبا. يعني قدرناها $205. اي نعم 205 210. $205. اللهم صل على محمد.
مريشة كويسة والله زينة ما شاء الله. تلحق العيد وهي مرتاحة. لسه العيد 35 يوم 34 يوم. يعني ظل له شهر وأربعة أيام. أي نعم. يعني إذا علفتها تحول تحول. أي نعم. الله مصر. تحول 52 وهذا هو الطلب. أي نعم وهذا هو الطلب. هذا هو الطلب. نعم. 50 47 50 هذا. نعم ما شاء الله تبارك. هذا الخروف الوردي اللي عندك شنو وضعه أبو أحمد؟ عليه طلب عليه شيء؟ من 35 وفوق. 3500 وانت طالع. 35 كيلو فوق. من 35. ايوه بالضبط. ايش قد اسعاره على الليره التركيه على الدولار؟ قبلته ب 4 دولارات وربع. 4 دولارات وربع. وربع. بازار إيه؟ نقدي طبعا. نعم بازار نقدي. بعدين قبلوا ب 4 دولارات و 30 سنت. ابو احمد عندي خرفان بس 37 ورادي مثل هذا بس يعني معلوفه. 34 سنت هاي جاهزه. اي نعم ايش قد ايش قد يعني يكون حق يعني تقديرا يعني 37ات اوزانهم؟ اضربها على 88 اي نعم اكثر 90 ليره بكثير طالما الترك ارتفع. ايه قلت لي ايش غاد 37 ايه خرفان ورادي بقد هذنا بس منعمات ومقصوصات ابقي لحد ال 34 33 ونص 34 نعم بالضبط. كيف 33 يعني 3400 نعم بالضبط. على وضعنا حاليا نعم اللهم صل على محمد. الله يجزاك الخير يا ابو احمد اشكرك حبيبي والله. اليوم ابو النور يا شباب منزل بضاعة توب فول اوبشن ما شاء الله تبارك الله خرافين بضاعة طيبة وشي عالي. شلون ابو النور؟ هلا. بواحد يقول لي والله فكرت تشاري شابلن على الطاقية. شلون ايش قد قام تطلب البضاعة يا ابو النور؟ رتشيتش. رتشيتش. ايش قد قام تطلب بها؟ اظن ايه اظن 4000 موصولات 4000. والدفع؟ والله كويسات يعني دفع لك بيه 3500 من غير اليوم. الصلاة والسلام على رسول الله. الوضع رشيش كان في معانا واحد حلبي تحياتي لأهل حلب. فاحنا نتسولف بين بعض تعرف انت نقول الوضع رشيش قال يا اخي شو يعني الوضع رشيش؟ قلنا له يعني وضع صعب شوي ضعيف مخربط. قال منين جايبين كلمة رشيش؟ قلنا له يعني ركيك من الركاكة. بعد شوي رجع وقال والله يا شباب الوضع ركيك. ايه بيبسدنا واحد من السفيره قال لا لا الوضع رقيق. هاي من نجد جايبينها. نعم. اجين نجديه من اهلي نجد. اي نعم العيال. ايش قام تبيع لحم لجبه شني؟ لا بدنا نبيع مجنوي. مجنوي ايش قد طالب بيه؟ ايش قد مطلوب بيه؟ ايش قد مطلوب؟ 1500 وما ندفع لك بيه شيء. ندفع بيه 27. اي نعم 2700 لجبه. يعني اذا بيها شويه حليب ما بيها شويه حليب؟ قطره حليب وربع قطره حليب واربطها او تحني او تربط 16 كيلو حليب بالاسبوع. بالاسبوع 16 كيلو. والله ما شاء الله انه بقرب يوم. ايوه هاي يا ابو قيس. ابو نور يقول لك تعال شيل بضاعتك. بضاعتك هاي يا ابو قيس. اي نعم. لانه انت من دابه تشومها فصدتها. ايه تفصدها فصد. اي نعم. مثل انا رجال يقول ضيف بالبلاد من يفصدها خالصين. اي نعم. وهذا الرجال فصدها ما عاد حد يشتري. ما عاد حد يشوفها. نعم. نريد نشوفها. كل ما يجي لي واحد يقول لي ابو قيس قال لي لا تشتريها. ابو قيس خيو ابو النور يقول لك يا تجي تاخذها يا تجي تتغداها. ابدا. يا اذبح لك اياها يا تجي تاخذها. حل ثاني ما في. يعني خيو ظلت تسوم بهالفطيمه كل نهار تمر عليها ايش قد حق يا ابو النور ما يمشي على السلام عليكم. مثل الزيتون مثل هذول اللي يبيعون حطب زيتون على الطريق ذبحهم ذبح. حطب الزيتون. فطايم ولا خرفان؟ خرفان. خروفين. اللهم صل على محمد. صغنونات 1500 1500. نعم. يا بلاش ما صار لك بين شيء؟ باع ب 3000 بلاش بلاش. هذان اللي ياخذهن يشكل منهن 10 15 من النوعيه هاي بيستنى انت يخشن انت يصير شوي وبعدين يبيع بعد العيد يمشي حاله استفيد منه. 2850 فطايم. نعم. لاقوا شباب الفطايم اكبر من الخرفان وارخص من الخرفان. اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. 2850 شنو هذا الجذاع مع شنو من شيء؟ جدايه. جدايه جدين مسفلهن ومظبطهن مرن طيبة. ايش قد قام تطلب بيهن؟ هذنا طالبين من الله 6000. 6000 بتجوز. ما صار لك بين شيء لحم هذا والله سمان. الدفع والله حول 4000 4500. اي نعم مو سمان شوية؟ ايه. اللهم صل على محمد ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقك يا بنور. هذا بنور يا شباب لقطناه هنا ما ادري ايش قاعد يسوي اخذ ثلاث نسوان وقاعد ياكل بالسوق. وين بي زلطة وين بي سندويش وين بي شغلات؟ مش شبيدك مش شبيدك. عم ابو محمد يا عم ابو محمد. نعم.
ورطك ابو النور يعني؟ لا لا حبيبي ابو النور يستاهل والله والله. ايش جاي تسوي؟ انت مو متجوز ثلاثة؟ اي بس انا ما يكفي. شو تسوي؟ شو تسوي؟ بجان الله شو تسوي؟ ما يكفي والله. اكلت بالبيت شيء مفطر انت؟ والله العظيم انت كوميديا. ابو النور. يا ابو النور. ابو محمد زوري انت مش قد كم مرة اخذ؟ والله تالي نصبح معذور انت بس هذا الاخذ ثلاثة وجاء ياكل بسه. حسبي الله ونعم الوكيل. المشكلة مورط عمنا ابو محمد. حالف على ابو محمد الى الفطر. عم ابو محمد راشي. عم ابو محمد يا عم ابو محمد هذا ابو حمزه درويش. لا والله حمزه انت قول لي ايش يضحك علي يشوفني اكل يا اخي هو ما اخذ في مجهود في مجهود يا الحكي. هذا معوض حبيب الله يسعدك. هذا مو بناحه الا يا خاي اذا ما اكل كل يوم مرتين وتلاقي الامور. نعم ما يعاعي ما يعاعي. نعم ما يبيص بعدين. كنا رايح شط كنا رايح شط البحر لا بد تطلعيه بس. قسما بالله يا ابو النور قلت ما عاد سخاف. والله ابو محمد انسان انت من الناس الطيبين يا ابو محمد. الله يحفظك ويبارك فيك. واحنا اليوم كلها في ضيافه عم ابو محمد. اي نعم. طبعا احنا جاد نسولف وعم ابو صالح مو عندنا. ها تاركنا نسولف بس اخر شيء طردنا يقولش نقش. شلونك محمد؟ ما دام يعني موجودين. شو محلق الدقن وصاير مختلف تماما. محلق الدقن وصاير مختلف تماما. تركي صاير تركي. جهلان ندبر له عروس. لا والله مو جهلان مغير كفره. مغير الكفر. لك الشباب كل عزابي وابو النور خيو كلنا اكلوا اكلوا عصاير. شو يا مستوطحات كل الدرجه مستوطحات. الشغله هيك عليك. طيب انت تاكل ثلاث سندويشات كباب معقوله ابو نادر يقدر لك؟ اقسم بالله انا مكرم انا ابو حمزه. كل واحده بسندويشه خاش. كل واحده بسندويشه يا ابو حمزه. زاد هنا احطك نقطه اسلمها هذا. ايه كون مو خرج كون. نعم قبل علي قبل علي. والله ابو نادر والله ابو نادر معدي. مو خرج كون مو خرج بس اسمع بس اسمع. تعرف شهدتني مين؟ شهدتني بابو جميل. ايه ايش بي ابو جميل؟ يقول اروح اجيب لك ابو جميل. ابو جميل هذا صلى على محمد الطول ثلاث امتار. اي والله قلبه طيب ابو جميل. مره قال له سامر تباطح قال له حل عندي ما اقدر لك. اي قال هو قلبه يا اخي. اي نعم يقول لي ما قاس واد الا فسخ ابو جميل ذهب. اي نعم ابو جميل ما قاس واد الا فسخ بس والله قلبه طيب. ما هو بي مشاكل ما هو صاحب مشاكل. يا ابو نادر روح جيب انت وابو جميلك اذا ما بدي اخلص سوق يتفرج عليك ولا يطلع. والله الزواج مثل الدولار. اي نعم العملات تنزل تطلع هو ثابت. هو ثابت. وانت مثل الشايب على الدولار. نعم واني مثل هذا اللي برتجش على الدولار. ايه ويضحك على العملات كلها.